وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين السيد حسين خضر، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطية بألمانيا. سيد حسين، أرحب بحضرتك. تحياتي لحضرتك في البداية وللسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. على الرغم من الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، إلا يعني نتحدث منذ تقريبا أسبوعين الحديث طوال الوقت عن احتمالية حرب، إلا أن المحللين السياسيين كانوا دائما يستبعدون القيام بعملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا، بل أن حتى الروس أنفسهم كانوا يستبعدون هذا الاحتمال ويقولون أن ما يحدث على الحدود هي مجرد تدريبات عسكرية ومناورات. لماذا اختارت روسيا هذا التوقيت تقوم بالعملية العسكرية؟ حقيقة هو التصرف في الإدارة الروسية غير مفهوم نهائيا، وخصوصا أن الفترة اللي فاتت كان في مباحثات مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، وبعد كمان المقابلة مع المستشار الألماني كان في شعور أن المشكلة ممكن تتحل، وده حصل فعليا لما سحبت روسيا عدد من الجنود، وأيضا القوى الأخرى سحبت عدد من الجنود. كلنا كنا مستبعدين فكرة التدخل العسكري أو الاعتداء على الحدود الأوكرانية، كلنا كنا عارفين أن في قلق روسي بسبب احتمالية عضوية أوكرانيا في الناتو، هو وروسيا رافضة الشيء ده تماما، ولكن دي كانت طول الوقت مجرد رغبة أوكرانية وغير مطروحة فعليا على مادة الحوار، يعني مستبعد على الأقل في الفترة الحالية أو السنين القادمة أن تكون أوكرانيا، وبالتالي ما كانش فيه احتمالية كبيرة بالنسبة لنا ان روسيا ممكن تاخد الخطوة دي، ولكن هي طبعا خدتها، ودي كانت صدمة كبيرة جدا لينا هنا داخل الدول الأوروبية. وبنعتبر يوم 24 فبراير 2022 بالنسبة لنا يوم اسود، وخصوصا ان اوروبا من بعد الحرب العالمية الثانية وهي عندها العقيدة ان ما يبقاش في حرب تاني، لان ما فيش قارة شافت حرب بالحجم الدمار اللي شافته الدول الأوروبية وبحجم المعاناة اللي شافته الدول الأوروبية، وبالتالي يعني إزاء هذا التحرك الروسي، كيف تقيم ردود الأفعال الأوروبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص بتنديد هذه العملية العسكرية بالحديث عن عقوبات جديدة ضد روسيا في الوقت الذي لم تفلح فيها العقوبات السابقة في أن تصل لأي أهداف؟ يعني روسيا اعتادت طوال الوقت أن تعيش في ظل عقوبات اقتصادية، البعض حتى يقول أن المكاسب السياسية التي حصلت عليها روسيا جراء هذه العملية العسكرية يفوق بكثير الخسائر الاقتصادية التي ستتعرض لها على مدار السنوات القادمة. أنا أقول لحضرتك في البداية مفيش حد في أي حرب بيكون كسبان. فعليا روسيا أكبر بكتير جدا من أوكرانيا، وروسيا لو دخلت حرب ضد أوكرانيا روسيا هتكسب، ولكن في نفس الوقت روسيا هي كمان هيكون عندها خسائر من ردود الفعل المختلفة. اللي عملته روسيا أنا مش شايف فيه أي مكسب، بل بالعكس هي انتهكت القانون الدولي، انتهكت القيم الأساسية للأمم المتحدة، وده بيعرضها على فكرة إنها ممكن في وقت قريب جدا لو استمرت في الأفعال دي إنها تخسر حق الفيتو اللي كانت بتستمتع بيه برضو كدولة كبيرة جدا ودولة ذات شأن. التصرف ده نفسه وضح الإيديولوجية بتاعت بوتين، وده كان واضح جدا في خطابه. الموضوع مش موضوع أوكرانيا بس، وده كان باين جدا في التوجه بتاع الكلام بتاعه، لا ده هو عنده استعداد من خلال كلامه، أو احنا استشفينا خطابه بالشكل الآتي، ان هو بيحلم فعليا بعودة الإمبراطورية الروسية قبل الوضع اللي احنا شايفينه حاليا، وده كمان بيهدد دول تانية غير أوكرانيا ودول صديقة. الموضوع مش موضوع ناتو بس، أوكرانيا ما كانتش عضو في الناتو، أوكرانيا بتحلم إنها تكون عضو في الناتو، ولكن حلم أوكرانيا سبب غير بالحديث هنا عن الناتو. بولندا كانت قد طالبت بأن يتدخل حلف الناتو في أوكرانيا وفقا للمادة الرابعة إزاء هذا التحرك الروسي. هل يمكن لحلف الناتو أن يتدخل في أوكرانيا وتكون هناك مواجهات عسكرية؟ هل هذه احتمالية قائمة أصلا؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة، كل الاحتمالات واردة، والتدخل العسكري وارد، وخصوصا أن أوكرانيا دولة صديقة جدا، ومفيش دولة أوروبية النهاردة عندها استعداد، أو في الاتحاد الأوروبي عندها استعداد أنها تسيب أوكرانيا فريسة منعزلة
للحلم الروسي او للحلم التوسعي الروسي، وخصوصا ان لو روسيا النهارده خدت اوكرانيا ما هي كده هتبقى على حدود طيب. بولندا، ويبقى الدور على ولكن بولندا ربما ما تخطط له روسيا ليس احتلال اوكرانيا، ولكن ما تخطط له هو تغيير الحكومه الحاليه، تغيير النظام الحاكم حاليا ليكون نظام موالي لروسيا، وبالتالي لا تكون هناك طموحات للانضمام لحلف شمال الاطلسي وده من في قبل حد ذاته اوكرانيا. مشكله، وده في حد ذاته مشكله، لان الشعوب من حقها بنفسها انها تقرر مصيرها، من حق الشعب الاوكراني بدون تدخل الاداره الروسيه انه يقرر مين اللي هيحكمه، انه يقرر بشكل ديمقراطي ايه التوجه اللي هم عايزين ياخدوه في المستقبل، عايزين يقربوا من اوروبا، عايزين يقربوا من روسيا، عايزين يبقوا على نفس البعد من الدولتين، ده حقهم هم نفسه. يعني حتى لو ده الهدف الروسي ان هو ما يحتلش اوكرانيا وان هو ياثر على التوجهات السياسيه داخل اوكرانيا، ده في حد ذاته مخالف لمبدا السياده وللمبادئ الاساسيه للامم المتحده. كل الاحتمالات وارده. ارجع لحضرتك تاني للسؤال اللي قبل منه، التدخل العسكري وارد جدا انه هيحصل، ولكن من خلال حياتي ونشاطي هنا داخل المانيا والدول الاوروبيه هنا، العقيده الاساسيه عندهم هي سحب اي نزاع لمائده الحوار، استنزاف كل السبل الدبلوماسيه والسياسيه لايقاف الحرب ووجود حل سلمي، يليها بعد كده العقوبات الاقتصاديه اللي هتكون الفتره اللي جايه اصعب واكبر بشكل كبير جدا من السنين اللي فاتت. واحنا شفنا المستشار الالماني لما خد قرار ايقاف استكمال مشروع نورد ستريم 2 اللي هو بيمثل لروسيا أهمية كبيرة نعم. جدا، ولكن ربما هذه العقوبات ستأتي ثمارها ولكن على مدار وقت طويل، في حين أن العملية العسكرية هي تحقق الأهداف اللحظية. شكرا جزيلا السيد حسين خضر، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا.